الان سي ميشون طاهر وصلت الان. اي تفضل معك بالكلام. رئيس معالي الوزير الماليه هذا كان نيميريك اليوم راه اصبح سبيسيفيك. الحكومه تاعنا اليوم ما تحبش تزيد في السعر تاعها لان السعر هذا من صلاحيه الحكومه، وحنايا النواب يجيبوا لنا لي طاك زيدوا هنا باش يربحوا فينا اللعيب مع الشعب. حاجة واحدة راكم نسيتوها، لي طاكس مازال ما درتوها لهمش. هما كيما راه 50 مليون للراس تاع السينا. هذو المومون ديروا لهم لا طاكس تاعهم ديروها لهم. وزيد نقول لك معالي الوزير راه ما عندناش مدير أملاك الدولة ومدير محافظ العقاري منذ جونفي 2015، خلصوا لكم كاع المدراء ولا كيفاه؟ تفكرت المطربة جوليا بوترس فلسطينية كانت تقول لنا بكري وين الملايين؟ أنا نقول لها وين الملايين تاع الجزائريين؟ في بنوك أجنبية مقابل حجارة صينية ورمال خليجية. الغضب الجزائري وين؟ في الملاعب. دم أطفالنا وين؟ اختطافهم بالشوارع. الشعب الجزائري وين؟ مسكين نايم. القانون المالية تاع 2016 هذا الشعب قالوا له مص السوسات والبيبروت شربوه الحكومة. حنا نمصوا في الريح. كي نحوها لنا نوضوا نبكوا. باسكو مسكيني مسخه في الريح. الوزارة التجارة هذه توجور تقعد سبيسيفيك علاه، حشاك السوسة حتى الكلب وجابوا له السوسة تاعو. هذه زعما قالوا قانون وحبسوه وكذا وكل شيء. أصبح المجتمع الجزائري مرهون من طرف الدولة أجره أقل من 2 ملايين كاع الجزائريين. أصحاب الـ LPP هذو مساكن رجعوهم يخلصوا 2 ملايين من 11 مليون هو والزوجه تاعو، 5 ملايين تديها له البنكة، 3 ملايين تديه الكرة تاع المؤقت تاعو بين الغاز والماء والكهرباء وكما يقول الانسان. هذه الال بي بي اللي قالوا لهم اوت ستوندينغ مش عارف يديروها لهم جنه هذه، الا انا نشوف فيها باطيمات كيما الناس. كيف انت واحد مول روجيس كوميرس ديرو كيما فونكسيونير نورمالمون كيما توعدت وقلت له جورناليست نديروا لهم كاع البيا من المفروض طل... كيف واحد 10 ملايين و800 غير يزيد 100000 تحسبوها له وكذا نهار تقول لهم كي كانت حمله قلت لهم 450 بعد 550 ومن بعد 600 وراهم كل يوم يتلوحوا مساكن في الوزاره ولا واحد صغل فيهم مساكن كاع كيما يقول لي اصحاب العدل هذو. العدل هذو مساكن عند ولده عنده 15 سنه ومازال ما سكنش ودايروا له السوسات قالوا له اقعد. اصحاب الاجتماعي التساهمي ثاني مساكن كذلك داروا لهم السوسيات تاعهم. البرنامج تاع الدي ا بي هذا والسيتيا هذو اللي راكم درتو لهم يخلصوا مليون و200 و600 و400 هذو كيف غادي يعيشوا مساكن كيف غادي يعيشوا برك هذا ما كان. لونسيج هذا اللي مساكن كيف يقول يصبح شاب من مجرد بطال باحث عن العمل الى بطال ومدين متابع من طرف البنك ومتابع من طرف العداله. هل المال العام تجربه؟ كل بنكه اي بنكه تسيب عندها لام بي 30 مليار ومازلت تقول غير نزيد نديروا لهم ونزيد نديروا لهم وكل شيء. لونجام هذو مساكن تاع لونجام هذو. هذه امراه مسكينه جات لي قالت لي عطوني 4 ملايين باش نشري السميد ودير تفتل الطعام. وبعث لها محضر قال قلت لها انت واش ديري؟ قالت لي باش نفتل الطعام وما نبيعو. قلت لها انت باغي دير لا كونكيرونس مع سيم ولا كيف ما فهمتش انا. اصحاب الهش اللي خرجتهم من الاكواخ وادخلتهم الى ديار الكرمه كما كربوا مدينه الله يرحمه. هذو مساكن مهددين بالطرد من طرف لو بي جي وحتى اصحاب تاع الزملين 400 راهم كاع متبوعين قضائيا. الرادار هذا اللي راه اصبح داير له سوسات من كل بلاد مسكين يظل من الولايه لولايه حوس البرمي تاعو. حنا نعرفوا المشرعين السابقين تاعنا يقول لك الموافق 10 نوفمبر 2004 يعد الولايه من القانون رقم واحد تقدر فوق ال 120 كيلومتر تقدر تمشي 40 كيلومتر هو 121 كيلومتر ينحلوا البرمي ويبعثوا لهم الولايه وما يسيبوش كاع مسكين كما يقول. موظفي البريد اجرهم اقل من موظفي المواصلات، ليس لهم عطله كباقي الجزائريين اقل من 12 ساعه. اصحاب العمال تاع النظافه مساكن هذو ما تهدرش عليهم ردمتهم كاع النفايات مساكن من زوج كاع نسيبوهم كاع. اصحاب الشكاره خافوا على اموالهم من الفار بسبب قوانين الجمعيه المهنيه البنوك والمؤسسات الماليه رجعت اطارات البنك رجعتهم داركيينش دوك يقرا له في السكانر تاعو منين جا هو واش يكون داركي وشرطي. مالا قالوا لنا كما يقول الانسان كذا واش قال لك؟ قال لك حنا ثاني نديروا السوسات للفار بما يكونش دراهم مادام هاي السوسات تاع الفار بما يكون لهمش دراهم. انا نعرف باللي يوجد خليه بوزاره الماليه سي تي ار اف خلوها تخدم خدمتها
معالي الوزير راهي بلبله كبيره على 02/15/22/2015 تاع البنوك. كما ناخذوا مثال بدر الباب عندها 33 مليار، كي يكون عندها السندات وكذا تطلع الفون بروبر تاعها تطلع 60 مليار. واش يقول لك هنا؟ نعرفوا باللي الحصص تديها لويسي ولونيل وكذا، كي يجي مستثمر ولا مستورد يقول له باللي حبيت ندا، واش يقول له؟ حتى تسترجع القروض من لويسي. معناه هنا ندره تولد الفوضى، اولويه اعطيت لاصحاب الاموال، القرض اصبح محدود، تجي استيراد على حساب الاستثمار بسبب طول المده. الدوله استوردت 50,000 بقره حلو في العام، اين هي الان؟ موجوده عند جيراننا. البقره اللي تجيب مكرفه يعطولها الزملين ونص، والطفل يعطولو 30,000، الطفل هذا 40 مليون، معنى اين هي السلاله هذه؟ من المفروض نكونوا 3 ملايين من رؤوس البقر. اصحاب الاعمال، الناس استثمرت في الباتوار وكذا وكل شيء وداروا امور، مع لو داروا لهم 10,000، من بعد طلعتوها لهم 100,000، الناس قالوا لو يذبحوا في ديارهم، قال لك بطلنا من الشكا نذبحوا هنا امور كاع. يا عجبة كيفاش واحد كيجيب عجل تاع لامبورطاسيون يديروا له لاطاكس تاع 39%، العجل تاع 200 كيلو يديروا له 39%، هل هذا يعقل هذا؟ كما يقول المربي الفلاح كان يربي العجل تاعو. شوف الان راك في متنوعات في ديفير، ارجع الموضوع قانون الماليه. يعني خليني نتكلم بكل حريه. لا لا لا، روح للسكن للتشغيل و20 حاجه، وهنا موضوع قانون الماليه. خليني نتكلم مع رئيس الفيديتاري اللي تحوس عليها في التلفزيون. مربوا الابقار قالوا لكم عيب عليكم تجيبوا الدواره والمصران من الخارج. مربوا الاغنام وابقار يعانون من غلال اعلاف قالوا لكم جيبوا لنا الشعير وحبسونا اللحم تاع لامبورطاسيون. هل الوزير على علم باللي لي كادر هادو تعجيزي هادو اللي راهم يبدلوا فيهم بالروسيين على علم عليهم ولا لا؟ السلطه الضبطيه تاع البريد والمواصلات راهي ما تساويش بين الموبيليس والاوريدو. انا 2016 يا سي معالي سي الرئيس، انا كي شفت الكبش يكرهنا على العيد خلاص ما بقى لا قانون ماليه ولا يحزنون. والسلام عليكم.